أهلا بكم من جديد في هنا العاصمة. أخيرا وافق هذا الرجل أن يكون وزيرا للإسكان في مصر، وبعد رحلة طويلة جدا في الإسكان والمقاولات وافق المهندس إبراهيم محلب على أن يكون وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر. هذه الحكومة الحالية ينبغي أو يفترض أن تكون حكومة أمل، وعلشان كده يبدو ان اختيار المهندس ابراهيم محلب كان من منطقة ومساحة الامل. ايه هي منطقة ومساحة الامل؟ هي المقاولون العرب، هذه الشركة الوطنية العملاقة اللي خرجت عدد كبير من وزراء الاسكان، اربع وزراء عفوا حتى الان من ابناء شركة المقاولون العرب اصبحوا وزراء للاسكان. هذه الشركة التي قامت تقريبا ببناء نصف المنشآت الهامة في مصر وليبيا والسعودية والكويت والإمارات وقطر وبعض دول أفريقيا، هي دائما مصنع لتفريغ الوزراء والكفاءات. كان أول رئيس المقاولين العرب يتم اختياره وزيرا هو المهندس عثمان أحمد عثمان يرحمه الله، وأيضا المهندس صلاح حسب الله ابن شقيق المهندس عثمان أحمد عثمان كان وزير الإسكان والمرافق وكان رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب. أيضا المهندس حسين أحمد عثمان كان نائب رئيس الوزراء للمشروعات الزراعية وحقق نجاحات كثيرة في هذا المجال. وأخيرا المهندس إبراهيم محلب اللي برحب به باعتباره طاقة أمل جديدة في هذا المرفق الحيوي في مصر. كان يستطيع المهندس إبراهيم محلب أن يقضي وقته الآن في كتابة مذكراته أو في الاسترخاء والاستجمام، ولكنه قبل هذه المهمة في وقت صعب جدا. والله أنا كنت مشتغل. أنا عارف أن حضرتك كنت تشتغل، بس شغلك هنا بقى له طعم تاني بلا شك. يعني حضرتك قلت الحكومة دي حكومة الأمل أو حكومة تخفيف الألام أو حكومة انتقالية. يعني فأنا بالرغم أنها ما بحبش قوي كلمة تسيير الأعمال، لأن أي وزير بيجي بيسير الأعمال، لكن هو قدامه هدف إيه؟ الحكومة دي يجب أن نعترف جميعا أن عمرها قصير، ولكن هامة جدا في تاريخ مصر، لأنها حكومة بتنتقل من وضع إلى وضع، بتعد البلد إلى مرحلة فعلا مرحلة انطلاق، إعداد دستور مظبوط بقى، انتخابات حرة، انتخاب رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت تخفيف الألام اللي فعلا احنا بقالنا فترة الشعب بيئن منها. وبالتالي في قطاع الإسكان أنا قدامي ما بعملش استراتيجيات طويلة المدى، لأن في من سبقوني من وزراء عملوا استراتيجيات، والحقيقة في بعض الاستراتيجيات ممتازة، وعندي في يعني في الفترة بتاعت الدكتور البرادعي كان الحقيقة الرجل أدى دكتور فتحي البرادعي وفي يمكن كنت بشارك معه في بعض الاجتماعات، كان في رؤية كاملة. كنت حضرتك رئيس المقاولين العرب ورئيس مجلس إدارة المقاولين العرب، وبالتالي مش كل واحد بيجي يهد اللي قبله. ما دي الثقافة القديمة بقى. لا الكلام ده غير صحيح، ولكن قدامي بقى النهاردة مشروعات متوقفة، مشروعات يعني الأعمال المكتبية بالنسبة لي تمثل يمكن وقت قليل جدا، فأنا طول الوقت الحقيقة ببص إلى التنفيذ، إلى المواقع، على أساس هناك مشروعات قاربت من الانتهاء وتوقفت مدة طويلة، يمكن سنة، سنة ونص، سنتين، لمشاكل كثيرة، منها مشاكل الظروف البلد اللي كانت فيها، مشاكل تمويل، مشاكل فنية، مشاكل إدارية، تخبط الحقيقة دي الحمد لله رب العالمين قدرت أحط الضوء على بعض المشروعات الحساسة جدا اللي ترتبط بحياة الإنسان المصري اليومية، وابتدت المشروعات دي تتحرك. وكان فكري طب الحكومة دي عمرها قصير، طب إزاي بقى نمد في عمرها؟ اليوم 24 ساعة طيب يبقى إيه؟ ممكن اليوم يبقى يومين، ممكن يبقوا ثلاثة، فلو اشتغلت شهر ممكن يبقوا ثلاثة، فأنا المجموعة بدل ما هي تسع شهور مثلا تبقى 27 شهر، تبقى 27 شهر، صح ولا لا؟ ده فكر. وبعدين الاسبوع سبعة ايام، طب ما بلاش ناخد اجازه مش كده، ولا خمسه فاذن ده كان تفكيري ان ده تحدي علينا ان نقبله، وده اقل حاجه نقدمها في بلدنا. المهندس ابراهيم محلب من الناس اللي متعودين على العمل الشاق، بيسمر وبينزل، وده كان نهجه في المقاولون العرب.
أمامك تحديات كثيرة في وزارة الإسكان بلا شك، بصراحة شديدة بلا شك. منها مثلا يا جماعة عشان نبقى عارفين ونعرف سيادة الوزير هيتصرف فيها ازاي ويقول لنا فكره ايه، خصوصا ان هو قال انه تقريبا كده هتبقى فترة عمله في الوزارة 27 شهر يعني مثلا. شوف انا بعتبر، انا بعتبر فترة ان انا كل يوم لازم اؤدي عمل معين، ممكن يبقى بكرة ممكن يبقى بعده تمام. لكن طول ما انا قاعد لازم اشتغل باقصى يعني قدره ممكن. حضرتك مدرك اكتر مننا للتحديات التي امامك، بس انا هقول بعضها اتفضل اللي يعرفها الساده المشاهدين اكيد. عجز كبير جدا في الوحدات السكنيه المطلوبه للشباب واقع، مشاكل في مشروع المليون وحده اللي هو الاسكان الاجتماعي واقع. مش مشاكل لا بالعكس، ما في، بس هي البدايه، البدايه هي البدايه يعني. المليون وحده رؤيه واضحه جدا جدا. طب خلينا نتكلم عنها فضل دلوقتي فضل. يعني المليون وحده اللي هي المفترض طبقا للمخطط ليها انها تنتهي في 2016 2017 ممكن يعني تمد شويه لان احنا ضيعنا سنتين طيب في ظل الازمه الماليه الحاليه للحكومه المصريه وانت بتبحث الملف الان، ايه رؤيتك وهتخرج من مش بلاش الازمه او المازق، هتنفذ ده ازاي؟ طب بص، هو عشان احنا عندنا عجز وفي ملايين الشباب اللي عايزين شغل. شوف هو حضرتك الاحتياج يختلف. فلسفه المليون وحده بتتبنى على ثلاث عناصر. اول حاجه عنصر الدعم. وعنصر المسانده وعنصر الاتاحه. طب نقول الدعم لمين؟ للغير قادرين. وده جزء شريحة طبعا، وشريحة دي يجب أن نعترف أنها غير قادرة حتى على دفع. لما تيجي تقول النهاردة هبيع ده بتمويل عقاري، ده هو ما عندوش الضمان حتى يجيبه لك، مش كده ولا إيه؟ يبقى أنا لما بتكلم على هذه الشريحة الغير قادرة أو المهمشة، أنا بعتبر هذه الشريحة وفلسفتي أن السكن ورغيف الخبز ده حق للمواطن وطبقا لكل الدساتير. وحتى لما احنا هنعد ان شاء الله وثيقة للإسكان، السكن جزء من حق المواطن على الدولة، اللي هو الحق الأدنى ان يأكل ويشرب ويشرب. المصري عايز ايه؟ عايز يتساتر صح ولا لا؟ صح. سقف يستره. فدي شريحة، دي هتلاقي الدعم من الدولة. شريحة تانية اللي هي المتوسطة والشباب اللي بيبتدي، دي عايزة ايه؟ عايزة نوع من المساندة. بس ايه؟ عشان ما يضحكش عليه، عشان يلاقي فتره طويله تمويله. دي ممكن نلجا الى التمويل سعر معتدل بدل ما يدفع اسعار كبيره بره. بالظبط، دي الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه، وهنا مثلا الدعم المسانده بتيجي ايه؟ ان انا بوفر له واديله قروض ويا سيدي ما احسبش عليه فوائد. دي المسانده، دي المسانده. الاتاحه، والله انا عايز 800 متر 1000 متر وعايز، ماشي كويس هوفرهم لك لان دي شريحه. اوفرهم لك بس انا هكسب حقك لان دي شريحه قادره، عشان اللي هكسبهم اديهم للمسانده والدعم اللي هو محتاج مش لاقي، واللي مش لاقي. فده فكر فكر كبير جدا، محتاج اقتصاديين، محتاج بنوك، محتاج انه يبقى مشروع قومي. لان حضرتك ويمكن انها يعني بتدعم رغيف الخبز والغذاء، العيش بندعمه في حدود 20 مليون والغذاء كمان تقريبا 10 15 الزيت والسكر انا اسف مليار ومحدش يقرب للكلام ده. نيجي بقى للوقود، بنزين 110 مليار ده اكبر فاتوره في الدعم. طب انا كل، هل كل من يستفيد بالوقود لا محتاج؟ لا. يبقى اذا الفلسفه انا عربيتي مش محتاجه دعم، مش كده ولا ايه؟ لو احنا فكرنا بهدوء، احنا بنطرح الكلام ده للمجتمع، جزء من دعم الوقود وليكن 15% بتاخده وبتدعم بيه السكن، هوفر لك 20 مليار. الله ينور عليك، في السنة. يبقى اذا لو الفكر ده ان يتعمل مش كده وبس، صندوق للدعم للسكن الاجتماعي، صندوق مفيش دولة تقدر تحل، خد بالك. يبقى غير صادق اللي يقدر يقول لك ان الدوله تحل كل مشاكل الاسكان، ولكن الدوله اذا ركزت على شريحه معينه اللي هي الغير قادر واللي هو محتاج دعم، ده واجب قومي زي ما بتوفر له الخبز. فانت النهارده لو خدت جزء من الدعم ده حطيته في هذا الصندوق وكنت جاد، هتلاقي المجتمع كله زائد الدول اللي هي فعلا
عايزه تساعد مصر وما اقصرها صندوق وعارفه الانفاق فين وعارفه هي تحط فلوسها فين. انا مش هعمل زي الفرن اللي بيدخل منه دقيق ويطلع من الناحيه الثانيه. لا ده انا هعمل ان انا بتاكد ان الشقه دي هتروح للمحتاج. طب ازاي؟ ما هو ده السؤال بقى. ازاي تعريف الشريحه المحتاجه؟ في مشكله في مصر انك توصل لازم يكون في قانون للسكن الاجتماعي. لازم يكون في لازم. ولازم يكون هذا القانون مبني على اساس من هو بالتعريف، وبعد كده لازم يكون في ضبطيه قضائيه ولازم يكون في عقوبات صارمه للي هو بيتلاعب او واحد مش مستحق ياخد وحده من واحد فقير. دي لازم تبقى ثقافه. وبعدين حصلت دي قبل كده؟ طبعا حصلت وموجوده. وبعدين بيتاجروا فيها والكلام طبعا، وده المعتاد للاسف في بعض الاسكان كثيرا. يعني انا قعدت يعني حتى بطرحه ده مجرد فكر. الصندوق ده ممكن يكون المجتمع كله مساهم فيه وكمان الافراد بصك. يعني ايه صك؟ يعني لو 4-5 زينا في ليهم زكاة، ويعرف واحد او واحدة عندها ثلاثة اولاد يتامى وما عندها السكن. انا بروح بندفع في البنك صك زي صك الاضاحي. اروح ادفع اخد الصك واخد الست اللي بحتاجها من ايدها اللي انا اعرفها بتاعتي بقى، تمام، وانا واثق بحالتها الاجتماعيه وبقول ده الصك ده من مجدي وابراهيم. من فضلك يا وزاره سلمي لي يعني انا المفروض يبقى عندي مصنع. في تكافل بقى. الله ينور حضرتك. مش كله ملقى على اعباء الدوله والحكومه، ده مش هتقدر توفر كله. لا يمكن. زائد ان ده هيبقى مشروع قومي زي السد العالي. ده انا عندي مصنع. طب مصنع ايه؟ ممكن يكون مصنع سابق التجهيز. ده ممكن يحرك، لان حضرتك اي دعم انت بتدعمه بيدخل من هنا وبيخرج من هنا. ما بيدخلش في عمليه الحركه الاقتصاديه اللي هو تنميه الموارد. الله ينور عليك. لكن لما ادعم انا السكن انا هوفر تقريبا فرص في حدود 4 مليون فرصه عمل. انك هتبني بتبني وبعدين مفيش اكتر من البنى يا جماعه. المهندس بس ابراهيم محمد متخصص قوي وعارف ده كويس، بس انا عايز اعرف حضرتك، مفيش حاجه بتوفر فرص عمل قد المباني. 90 مهنه وصنعه مرتبطه ونشاط بالمباني، من كابلات لازاز كله طبعا كله. فانت النهارده في ده بقى انت بتدعم لكن انت بتعمل حركه كبيره جدا في المجتمع بالدور الاقتصادي. ده الحقيقه الفكر. طيب. اللي انا مقتنع بيه، وده الفكر ان شاء الله اللي هو يعني يعني ممكن يكون الواحد بيسيبه للي بعده. بس هي عايزه طبعا نقاش مجتمعي واتفاق وقوانين وتشريعات. يعني بصراحه انا مؤمن قوي استاذ مجدي ان من حق هذا الشعب انه يختار ويقول انا موافق ولا لا. ساعه ما الشعب يختار المشروع القومي وده مهم جدا، والكل على فكره بيطالب بمشروع قومي. صح، انها قضيه تستاهل. فوزاره الاسكان ممكن تتبنى هذا المشروع القومي. وفي مشروعات اخرى قوميه ممكن احنا كلنا نلتف حواليها. طيب سياده الوزير، حضرتك قلت في كلامك طبعا دي افكار رائعه جدا، لكن برضو عايز اوصل للناس الاليه اللي ممكن تتم بيها. ده معنى كلامك في مساله الاتاحه اللي في اخر واحده، احنا قلنا ان السياسه تعتمد على الدعم والمسانده والاتاحه. تمام. الاتاحه ده معناه انه لو واحد قادر عايز ياخد من الدولة، تمام، من الحكومة ومن وزارة الإسكان أرض أو عقار، تمام، وهياخده بتمن عالي يتناسب مع دخله ويتناسب مع اللي واخده. أنا مش هدعمه، لا، أنا المفروض أنا أكسب منه عشان طبعا. أحط للفقير. بس أديها له إزاي بقى؟ أقول لي بقى إزاي، عشان دي عملت مشاكل في الماضي. لا شوف، يجي يقول لك إيه ده وزارة الإسكان بتوزع أراضي على المعارف. بص يا ريس، لا يمكن يكون في حاجة اسمها تخصيص، خلاص انتهى زمن التخصيص. رائع، قول لي بقى إزاي. شوف اللي هو التخصيص يا جماعة، كان واحد يروح الوزير أو الوزارة أو أي مسؤول يقول له أنا عايز حتة أرض، يروح مديله يديله حتة أرض. ده هيكون عن طريق إحنا بنرفق بنعلن ونلجأ إلى المزاد العلني. بس خد بالك بقى من حاجة، ساعات المزادات بيبقى فيها نوع من أنهم بترفع الأسعار. ودي النقطة اللي فعلا أنا بفكر فيها فيها قبل كده دي. لأن بيبقى زي ناس بتسقى أرض وبتطلع بقى شغل مزادات. ولكن في الواقع ممكن يكون في بعض الاراضي ان يتحدد السعر اللي هو انت مرتضى ان انت تبيع بيه،
اللي هو بيحقق لك هامش الربحيه وبتعلن السعر وبتزايد على ايه بقى؟ على اعلى سداد، يعني اللي عنده اللي يقدر يدفع دلوقتي 100% ده يبقى اولويه، يبقى له اولويه سنه اولويه عن سنتين. طب افرض تساوي بقى عدد كبير، ممكن نلجا الى القرار لو 5 6 متساويين مع فاذا كل ما لان انت محتاج دلوقتي ان انت لو ان انت تدفع المبالغ دي انت محتاج الى سيوله فكل ما تقدر. يبقى هنا التحدي اللي قدام الوزاره واللي قدام هيئه المجتمعات العمرانيه بعد ما نتفق جميعا على اسلوب البيع، السرعه في الترفيق. دي اللي كانت دي اهم حاجه. انت عندك اراضي بعتها من 2007 ولغايه النهارده لم ترسل، ما يقدرش تتعمر. طب هنعمل ايه برضو؟ اقول لك ان الترفيق ده هيحرك البلد كلها بس بفكر جديد. الترفيق كان اغلبه بيروح لشركات كبرى. انت بتطمن ان انت بتؤدي لشركه كبرى والشركه الكبرى بتاخد ثم تاتي بعدد من مقاولين من الباطن او شركات من الباطن وبالتالي هامش ربحيه على هامش ربحيه، وممكن جدا مقاول الباطن نظرا لبعض الظروف مثلا في عجز معين او تاخير في سداد المستخلصات يبتدي يتعثر. فاحنا دلوقتي ويمكن هينزل ان شاء الله اعلان قريب جدا، احنا قلنا بدل ما تاخد مشروع كبير كله شركه واحده، طب ما نجزأ للمجاورات ونوصل للمقاول اللي هو حتى تصنيفه درجه رابعه عشان تشغل الناس كلها. اشغل الناس كلها والاقتصاد يبقى المقاول الكبير شغال والصغير شغال والمش صغير شغال والمتوسط شغال. ودي الفكر الحقيقه انا حاسس بيه ان ده هيحرك البلد بسرعه جدا. طب افرض بقى المقاول الصغير بقى ما عندوش حتى استعداد، لان انت ساعات بتدي ايه المشروع توريد وتركيب مواسير او كابلات، ده مع يا هو ده يا دوبك مصنعيه، هتقول له لا بقى خلاص انا يا القطعه دي الصغيره دي انا هدي لك بون، انا بقى حكومه هتعاقد هأهل مصانع مواسير مصانع كابلات وانا اللي هتعاقد معاها، اقول له روح استلم من المصنع مواسيرك او كابلاتك، انت قوم بالمصنعيات بس. ده الحقيقه يقدر يحرك السوق. واحنا بنعد الحقيقه، التقيت بالسيد المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين والحقيقه ناقشنا هذا الموضوع وان شاء الله هنعلن عنه في تاهيل بقى المقاولين. اللي مطلوب بقى من المقاولين وده يعني دي فئه مهمه جدا في المجتمع، الجديه. خد اللي تقدر عليه واشتغل اربعه ما تفتحش اكتر من الله ينور عليك، وما فيش مقاول بطن وبطن، خد اللي تقدر عليه، جهز نفسك من النهارده ان شاء الله السوق هيتحرك، وخلي عندك التزام ان انت ان شاء الله هيبقى فيها هامش ربحيه ولكن في نوع من الالتزام والانضباط. ابتدي حط في قدامك الجوده وحط في قدامك ان مفيش تهاون في البرامج الزمنيه لان احنا عايزين نسلم في المواعيد المحدده. طيب وزاره الاسكان طرحت بدايه الاسبوع الحالي 8355 قطعه ارض متفرقه في المدن الجديده اللي هي اراضي القرعه الرابعه، مظبوط؟ دي من يعني طرحت دي يعني دي هو الحقيقه كان في الفتره اللي كان الدكتور البرادعي فتحي البرادعي فيها هو طرح ثلاث مزادات وده كان يمكن اتطرح اخيرا في 28/6 او حاجه. ايه شروطه؟ هو شروطه يعني واضحه وشفافه جدا، اول حاجه ان انت تكون من المحافظه. ده بنقول ده يا جماعه عشان اللي عايز يقدم فيها القرعه كل مواطن حقه. اولا يعني هو مشروع جميل جدا لان هي مشروع قطع صغيره من 200 ل 276 كويس جدا وهتبني على 50% مش كده بقى وكمان احنا كوزاره اسكان بندي لك رسومات كامله. حلو جدا. ومش كده وبس، ده الحقيقه احنا نفذنا ثلاث عمارات نماذج موجوده في 6 اكتوبر، تعالى اتفرج عشان تشوف ازاي تقدر تستغل وتشوفها بعينك. يبقى عايزين نصورها يا جماعه. دي موجوده موجوده في 6 اكتوبر. يبقى اذا انت بتاخد رسوماتك وتوكل على الله ابتدي واشتغل. وكمان انا يعني الحقيقه طلبت من زملاء في هيئه المجتمعات العمرانيه ان يبقى في مسانده فنيه، يعني لو ساعات بيبقى عايز سؤال عايز عين على عين على اساس نتلافى بعض العيوب اللي ظهرت في مشروع ابن بيتك. فاول حاجه انه يكون من ابناء المحافظه، نمره 2 انه يكون ما خدش هو او زوجته
اي ارض قبل كده كويس، وانه يكون برضو في عمر سني فوق 25 سنه، يعني من 25 سنه طبعاً. على اساس يبقى فعلا في جديه والكلام ده هيتم بالقرعه. طب هل اسعارها مغالى فيها زي الاول؟ اطلاقا اطلاقا، انت بتتكلم على 250 300 يعني جنيه؟ طب والله كويس جدا، ده كانت وصلت ل 1000 وشويه. لا لا لا، ما فيش الاف في الموضوع ده، 200 حسب بقى ايه المنطقه، حسب ما هو يعني ممكن توصل يعني 300 400 في مناطق مميزه او لا، اسعار سعر مناسب جدا جدا، وتتقسط على 3 سنين. ودي على فكره اللي هو ده اللي هنا بقى، وبقول هنا موضوع المسانده. المسانده بقى انا ما بكسبش منك، انا الحقيقه ومش خسران، انا بدي لك على سعر الارض والمرافق والكلام ده بالظبط. فيعني ده مشروع جميل جدا، وده برضه بيحرك عشان ما فيش، برضه ارجع اقول ما فيش دوله في العالم تقدر تبني كل حاجه. فهنا دي المشاركه بين القطاع الاهلي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي على اساس نقدر نوفر الوحدات المطلوبه. اعتادوا عليك في المقاولين العرب، اقول سر يعني اتفضل، ان حضرتك مهندس لكن مقاول برضه بتسمر وبتنزل، ده هيحصل في وزارة الإسكان؟ حصل، هتبقى مع الناس طول الوقت حتى في المشروعات اللي بتتبني او غيره، او الناس اللي بتبني هيلاقوا المهندس ابراهيم محلب معاهم؟ حصل يعني، انا ما اقدرش ابدا الناس اولا، يعني اقول لك يعني يا استاذ زندي، وزارة الإسكان يمكن انا حظي كويس انها وزارة الإسكان، لسبب اي وزير جديد بيروح على الاقل يضيع على الاقل اسبوعين 10 ايام 3 شهر عشان يشوف. انا من بعد دخولي 5 دقايق انا عارف الوزاره، كلهم زملائي وكلهم اخواتي، اشتغلتوا مع بعض سنين طويله، سنين 40 سنه طبعا، فعارف الوزاره دور دور. ويمكن اول حاجه عملتها في الوزاره ان انا طلعت من الدور ال 15 لغايه اخر دور، مريت على زملائي وسلمت عليهم وقلت لهم يعني ان المرحله الجايه دي مرحله فيها جديه، فبالتالي انا تواجدي في المكتب مش هيبقى اكتر او فعلا انا متواجد في المواقع اكثر لان هي اللي هتشكل، هي دي اللي هتشكل. طيب سياده الوزير، لما اعلنا في القناه ان سيادتك هتبقى ضيفنا النهارده ونوهنا، كتير جدا من الناس الغلابه والفقراء اللي هم داخل السنين اللي فاتت عشان ياخدوا شقه قالوا لي اسال حضرتك، هو انت هتبدا وزاره الاسكان والحكومه تقول للناس تعالوا احنا عندنا شقق لمحدود الدخل، وايه هي الشروط؟ شوف الشقق محدوده، حضرتك عارف ان احنا تعبنا، فالناس ممكن تكون ضغط على الحكومه شويه في منطقه الامل، لان هم تعبوا السنين اللي فاتت كتير من مشروعات وهميه وطوابير وكوبونات بس انت ممكن نفتح الامل للناس. احنا دلوقتي عندنا تقريبا في حدود 18000 وحده اتبنوا في المشروع ده، ومنهم 6000 هنا في اكتوبر اللي هي في ال 42 متر اللي هي الاولى بالرعايه، وده كان الحقيقه مشروع الحقيقه تنفذ، لان انا ليا وجهه نظر ان مفيش فرق بين الفاخر والمتوسط والاولى والرعايه الا في التشطيب، لكن كهيكل خرساني كصرف صحي مش لازم يكون منظره وحش. يعني هي واحد بيشطب رخام والتاني بيشطب بلاط، فاذا جوده العمل احنا الحقيقه كنا مركزين جامد جدا، كان المقاولين العرب هي اللي بتنفذه في مشروع الاولى بالرعايه، كان في تركيز جامد على الجوده، اكبر شركه وطنيه طبعا، فكان في تركيز جامد على الجوده، فاذا سيجد الجوده. وامتى بقى النهارده لازم تحصر بالظبط اللي عندك، تحط اسس شفافه وتنزلها. انا بتوقع ان شاء الله ان بعد العيد ب 10 ايام الكلام ده سيعلن عنه، وهيكون في كل حاجة واضحة أمام المجتمع، وإحنا نحاسب من المجتمع ونحاسب من الشعب. ولكن دايما أقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الناس عايزة مصداقية، الناس عايزة شمعة. يعني إحنا النهاردة لو وزعنا 10000 وحدة بطريقة واضحة وشفافة والناس عارفة، هتستحمل تبقى عارفة إن في جاي. لو لقوا كل يوم دور بيتبنى ومواقع بتشتغل 24 ساعة هتقول هصبر، ما هو صبروا عشرات السنين. صح. فده اللي انا بوعده للناس، ان اي كلمه واي وعد هيصدر من وزاره الاسكان هيكون فيه مصداقيه. طيب يعرف ازاي المواطن، يعني مثلا انا عايز اديك نموذج، هو مش نموذج شخصي يعني، لكن هو مواطن. اتفضل. اتنين مواطنين مثلا بيقابلوني كتير جدا سياس في الشارع، بيلموا اكل عيشهم بالربع جنيه وبال 50 قرش. وحضرتك عارف ان في من دول كتير جدا طبعًا في مصر. طبعا. وبيشتغلوا بيقفوا في الشمس ليل ونهار، يعني ما بقدرش نقول انهم بيتسولوا، لا دول بيشتغلوا طبعا. دول بيقابلوني كتير بقالهم سنين وبيعيطوا
بالدموع، لانهم ساكنين مثلا يضطر يسكن في عشه كده ب 200 جنيه في الشهر، هي غير صالحه للسكن الادمي. فسؤالهم دايما، وبرضه بيسالوني ده من خلال الايام اللي فاتت بعد الحكومه الجديده ما تشكلت، بيقولوا لي ازاي نوصل لحقنا ان احنا ناخد، وهنروح فين ونعمل ايه؟ هل هنقف في طوابير كتيره فما نوصلش؟ هل هنتبهدل؟ هل بتاع الواسطه يجيب؟ فيقولوا لي يا مجدي اتوسط لنا، فانا اقول لهم لا، الحكومه والزمن الجديد ده ما فيهوش واسطه، والمفروض ما نعملش واسطه، لازم تاخد حقك بالطرق الشرعيه. يعملوا ايه؟ الحقيقه يعني اعذرني ان انا بتكلم في التفاصيل. لا انت بتتكلم في تفاصيل جميله، ولكن برضو انا عايز هو موضوع خارج شويه، ولكن انا عايز اقول لك حاجه على الحكومه دي. النهارده صدر قانون اللي هو تضارب المصالح. انا بعتبره ان ده نقله نوعيه كبيره جدا جدا جدا، بقالنا 30 سنه نصرخ طلعناه، وكل الحكومات حتى حكومات الثوره ما عملتوش. طلع انا عارف طلع النهارده، وده الحقيقه ده اللي هيعمل بقى الواسطه، واللي هيعمل ده مجرم. تمام. لا يعني طب اللي هيعمل واسطه مجرم اي حاجه، لازم طيب. كل حاجه تبقى في شفافيه. لو انت قابلت هديه هديه اكتر من 100 جنيه مثلا، 300 جنيه 300 تروح سلمها للحكومه. رائع. لو انت حد جيت تشتري حاجه وجاملك ارفض، طالما انت في طيب في مسؤول. فاذا قانون تضارب المصالح ده انجاز كبير بلا شك، عشان هيقضي على جزء كبير من الفساد. ده هيقضي على الفساد كله. وهنا هيطلع منه بقى ان السؤال اللي ايوه انا كنت عايز بيقول لك لا فرج اسمه فرج يروح يعمل ايه؟ اللي فرج بيقول له لو هو سمع ان حد بياخد حاجه بواسطه يجي شخصيا ليا، او يجي يروح يبلغ للنائب. واي مواطن يبلغ النائب العام. تمام. ده في قانون. طب هو ياخد ازاي؟ يوصل ازاي؟ هو يا سيدي هياخد ازاي؟ هو هيبعت جواب. هو دخله في الشهر 700 جنيه 1000 جنيه. وهو الوحدات اللي هي بقى الدعم معموله لهذه الشريحه. هيبعت جواب، هيبعت في نماذج بتتعمل على حالته. وهيدخل وهيعلن، ما هو طبعا هيبقى بالقرعه، لان احنا مش هنقدر نعمل، مش هندي كله في وقت واحد. فهو هيبقى ضامن انه على الاقل هيدخل القرعه، لو ما دخلش المره دي هيدخل بس بعدها. فرج لما يدخل ويلاقي حسن خد هيستبصر خير بالقرعه. بالقرعه هيستبصر ان هو اللي جاي. شوف فساد انسى. تمام. انسى النهارده اي مسؤول يفكر في فساد. مع القانون، مع الجو العام طبعا، مع الرقابه الشعبيه، مع صحيان الشعب. الله ينور عليك. الشعب بقى صح. الرقابه الشعبيه وعلى فكره الرقابه الشعبيه ده اكبر حصن للشريف. صح صح. ويعني انا بكلمك لما اجي للمهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان اقول له لو سمحت ادي واحد قريب، هيقول لي لا الناس ما تقدرش. لا ده مش كده. لا ده الرقابه الشعبيه النهارده ده حصن بعد ربنا سبحانه وتعالى ليا ولكل واحد. ليه؟ لو افرض انا النهارده جاي بتصالح مع سين من الناس في مشروع كبير جدا، كان اي مسؤول ايده بترتعش. يا ترى هيقوله؟ يا ترى هيعمله؟ هيقول لك ده قبض، ده فسد، فايه ما يمضيش، فيوقف كل حاجه. يوقف كل حاجه العجلة. طب النهارده لو انا بعمل صفقة، ما هو طبعاً انت في مكان، في مسؤوليات طبعاً. في وفي نفس الوقت لازم تاخد قرارات. بترجع للقانون، بترجع للوائح، ولكن في قرار. لو انت ما صرحتش الناس، يعني انا قلت ايه بعد كل اجتماع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل القرارات اللي هتتخذ هتعلن في مؤتمر صحفي. الرأي العام. عم لو انا غلطان قولوا لي انا غلطان، والناس غلطان ورجعوني. ورجعوني يا جهات رقابيه، تعالي انا مكتبي مفتوح، تعالوا رجعوني لو في حاجه انا بعملها. بس انا النهارده لما بتصالح مع واحد او باخد قرار او ده في مبررات. ساعات الواحد لو نسي المبررات ده بيبقى بيخسر قد اللي عامل فيها ان رافض 100 مره. ما هو سياده الوزير ده من الاسئله اللي موجوده في لقائنا ده، يعني فكره حضرتك وارث ملفات كثيره جدا من الخصومات، مع في حاله خصومه مع مستثمرين كثيرين ومشروعات متاخد فيها اراضي كثيره، وخلال سنتين ونص او ثلاثه اللي فاتوا او حتى قبلها وناس دخلت السجن، وناس دخلت السجن وناس سابت وسافرت، وناس مستثمرين عرب والكلام ده. ودايما مطروح فكره المصالحه، ونرجع نقول طب المصالحه مبنيه على معايير ايه؟ طب هل فيها كوربشن، فيها فساد، ولا فيها ايه؟ هتدار دي ازاي، خصوصا ان في اراضي كثيره جدا ومنتجعات كثيره جدا متوقفه. تمام. والله يعني انا يعني
النهارده كان ليا لقاء مع زميلي الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار واتكلمنا في هذا الموضوع. سنعمل سويا ملف ملف مع طبعا ناس افاضل في هيئه فض المنازعات مع قامات من رجال القضاء كمستشارين. هندرس ماذا نستطيع ان ناخده والمحدد الوحيد ان احنا مش هنسيب ذره من يعني من حق الشعب تمشي. مفاوضات كل ملف حسب كل ملف ما نقدرش نعمم. لا كل ملف كل ملف خصوصية. وبعدين كل ملف ليه خصوصية ويعلن والله احنا عملنا المصالحة دي وهناخد كذا او احنا كنا غلطانين في التقييم او في التقدير او في الاتهام. يعني المصالحة هي اهم حاجة والشفافية هي اهم حاجة. رائع. طيب هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنتكلم مع سيادة الوزير المهندس ابراهيم محلب في قضايا مهمة جدا منها مثلا قانون الايجارات القديمة اللي مطروح طول الفترة اللي فاتت لنقاش شعبي وفي ناس بيقولوا احنا مظلومين وفي ناس ضحايا وفي ناس بيقولوا لا ده حقوقنا وغيره وده ملف شائك جدا تعاقبت عليه حكومات كثيرة. ايضا هنطرح مشروع تنمية قناة السويس اللي عمل جدل كبير جدا والمهندس ابراهيم محلب اكيد مستعد لمناقشة هذه الملفات. هنكمل بعد الفاصل.